هنشوف الليلة إن شاء الله واحد من المواضيع الـ very interesting عن social networking sites أو ممكن نسميها اسم تاني social media. فالاسمين الاثنين مع بعضهم يعني ممكن نستخدم social networking sites name أو social media. ولو جينا للسوشيال ميديا طوال بيجي في ذهننا الفيسبوك كواحد من الموست بوبيولر فيسبوك او سوشيال نتوركينج سايتس. ولو جينا للتاريخ هو بتين مارك عمل الفيسبوك عمله سنه 2004 او حقيقه بداوا من 2003 كان في سنه ثانيه في جامعه هارفارد يونيفرسيتي. فهو كان انترستنج انه يشوف البيكتشرز بتاعه الستودنتس فقام اخترق حساب هارفارد نتورك سكيورتي وجمع كل البيكتشرز بتاعت الستودنت ومن هنا جاي الاسم بتاع الفيسبوك. تمام. طيب فلانه اتعمل في سنه 2004 ما في انف ريسيرش اتعمل عشان تو فيجر اوت يعني ذا اكزاكت افكت او ذا اكزاكت بوزيشن اوف فيسبوك والاذر نتوركينج سايتس في الادوكيشن. ده واحد من الاسباب الرئيسيه. لكن بعد ذاك زي ما هنشوف ان شاء الله ظهر اثر كبير للسوشيال نتورك سايت على الليرنينج بروسيس وعلى الادوكيشن بروسيس. طيب الانترست بتاعي في السوشيال نتورك سايتس او في اليوتيوب تحديدا بدا قبل 5 سنة. بدات باليوتيوب واستمريت فيه عملت فيه محاضرات كثير عن البايوكيمستري الفارماكولوجي والمولكيولر بايولوجي. بعد ذاك جاء في بالي هل ممكن احنا نستخدم الاذر سوشيال نتوركينج سايتس ولا لا؟ وهل ممكن ندخلها في مرحله من المراحل في الفورمال اديوكيشن او في اليونيفرسيتيز في الانستيتيوتس ولا ما ممكن؟ طيب فاعتمدت في كلامي في التوك ده على مصادر عدة منها الارتكلز الريفيو ارتكلز او الريسيرش ارتكلز اللي اتعملت في خصوص بخصوص السوشيال ميديا. بعد ذاك بصورة اقل السوشيال ميديا يوزرز وبيوزرز هنا اي مين الانستتيوشنز اللي بدات تستخدم السوشيال نتوركينج سايتس. بصورة اقل شويه هي البيرسونال اوبينيونز واخر حاجه حاولت اعتمد عليها هي ماي بيرسونال ترايلز. يعني التوك ده هو ديسبايت ماي بيرسونال ترايل في السوشيال ميديا. طيب فعشان نبدا بدايه كويسه لازم نعرف السوشيال ميديا او السوشيال نتوركينج سايتس بصوره اساسيه. هي عباره عن ويب سايت زي اي ويب سايت ثانيه لكن فيها السيمه بتاعت الكولابوريشن والكوميونيكيشن. فاي ويب سايت فيها الصفه دي هي جزء من السوشيال ميديا. في ناس ثانيين بيقولوا انه السوشيال ميديا هي كلمه اعم لانها ديسكرايب سوشيال نتوركينج سايتس بلوكس ويكيز ملتي ميديا بلاتفورمز حتى الفيرتشوال جيمز اللي بيستخدموها في الادوكيشن. فاثناء بحثي لقيت فيري انترستنج ترايل. هي دكتوره كانت بتستخدم الفيسبوك انتيرلي تستخدم الفيسبوك في الادوكيشن او في الكلاس روم تيتشنج. فكل الكلاس روم بتاعها قاعد وين؟ في واحد من الجروبات اللي عملتها. فالتاسك الاساينمنتس الليكشرز الكوميونيكيشنز الكويشنز البروجكتس الاسسمنت ده كله في شنو؟ using the Facebook. So why not? Why not to use الفيسبوك مثلا هنا في جامعة الخرطوم أو في جامعة المدرونة الإسلامية أو في أي جامعة من الجامعات؟ بيجي في بالنا طوال إنه نحن عندنا lack of development and concept, scientific and methodological support for the effective application of these technologies in the learning process. نحن ما عندنا رؤية واضحة بناء عليها نقدر نستخدم الفيسبوك او اي سوشيال نتوركينج سايتس في الادوكيشن. لانه هي ما موضوع بسيط انه نستخدمها طوال. حاجه ثانيه نحن عندنا لاك في التكنيكال سبورت. في
حاجه عامه في في الديفلوبينج كانتريز في النتورك سبيد في الـ في السوفت ويرز في الهارد ويرز دي كلها عندنا مشاكل فيها. ذاك دي حاجه من يعني وي ادماير انه في لارج اماونت اوف انترتينمنت كونتنت ديستراكتنج فروم educational activities. كلنا احنا بنخش الفيسبوك مثلا بكون داير تعمل حاجه معينه ممكن تكون هي جزء منها educational او اي يوزرز ثانيه بتخش تلقى نفسك في مكان مختلف تماما. يعني انت اليوتيوب برضو اليوتيوب ده انت بتكون داير تخش لحاجه معينه بقول لك شاهد ما عارف كيف ينغض الاسد على وفين انت بتخش او مقطع ستندم كثيرا يعني ان لم تشاهده كويس. ف social media is designed to be addictive. Internet can affect our ability to focus. It can decrease the productivity. Okay. طيب دي كلها opinions. الريسيرش قال شنو؟ يعني دي ما كلها questions. احنا الحياة دي كلها opinions ان احنا ما عملنا ريسيرش على ارض الواقع عشان نشوف فعلا هل هو بيأثر على productivity or not. So نحن المفروض نشوف البوزيتيف سايتس من السوشيال نتوركينج سايتس. نحن ممكن نستخدمها في الانتر اكشنز في الكولابوريشن في الكريتيكال ثينكينج اند سو. اوكي حاجه ثانيه دي بيفرض علينا الواقع انه الديجيتال تكنولوجيز عامله كرييتنج نيو اوبورتونيتيز فور هاير ايدوكيشن بالاضافه لانه واحده من التكنولوجيز دي هي السوشيال ميديا. حاجه ثانيه بيفرض علينا الواقع انه الان اي واحد في موبايله هسه لو فتح هيلقى شنو؟ عندنا على الاقل واحد من الابلكيشنز بتاعت السوشيال ميديا. لو ما اثنين او ثلاثه او اربعه. اوكي؟ ف ماي اوبجيكتيف توداي نشوف الكرنت ريسيرش كونكلوجنز قالت شنو؟ الحاجه الثانيه نشوف نعمل دسكشن في الرول او الاكزاكت بوزيشن اوف سوشيال نتورك انسايد في الهاير اديوكيشن. البيرسونال اكونتس فيرسس انستتيوشنال اكونتس هل في فرق بانه انا كاديوكيتر استخدم الفيسبوك فور اديوكيشن بيربسز او انا كانستيتيوت كامله استخدم الفيسبوك فور اديوكيشن بيربسز. الحاجه الاخيره سام تكنيكال ايشوز هنشوف التيبس اند تريكس في استخدام السوشيال ميديا. يبقى الليتريتشر حاولت تغطي عده يعني perspective regarding this topic. أولى الحاجات دي اللي هي الإفكت of social networking site في learning and education. في مجموعة تانية من الباحثين قالوا نحن نمشي step forward نشوف the students and teacher behavior towards a social networking sites. هل هم accept إنه الفيسبوك يبقى جزء من ال educational activities بتاعتهم ولا لا؟ الحياة الثالثة الفتشوا فيها الناس الاكستنت اوف انجيجمنت لانه في النهايه نحن ممكن نعمل ويب سايت مثلا نشرح فيها اورجانيك كيمستري او نشرح فيها حاجه زي دي فما نلقى اي انجيجمنت في الموضوع. السبب هو كده شنو؟ في ناس في ريسيرش فتشوا حول الموضوع ده. الحاجه الاخيره اللي هي الامبلمنتيشن في بتاع السوشيال نتوركينج سايتس في الهاير اديوكيشن برضه في ريسيرشر حاولوا يشوفوا how to implement this social networking sites في higher education. ودي الجزء الاصعب اللي هو الاخير انه احنا اصلا اذا داير نعمل ريسيرش في السوشيال ميديا او نشوف اليوتيوب بياثر كيف على الاديوكيشن المودلز ما متوفره كثير في الموضوع ده. فمعظم الدراسات المعموله دي هي ديسكريبتيف ستاديز بس هي بتعمل ديسكرايب للمشكله. طيب نبدا بواحده من التجارب اللي اتعملت او الاستاديز تايتلد ان ستودنت بيرسبشنز اند اكسبيرينس اوف سوشيال ميديا ان هاير اديوكيشن عملت سنه 2015. الدراسه دي الكونكلوجنز بتاعتها انه السامبل اللي اخذوها من ستودنتس قالوا some potential in using social media as a learning tool. However, students are cautious as to which tool holds the most potential and for what purpose the tool can be used. يعني اساسا students ما عارفين هم ممكن يستخدموا السوشيال ميديا دي في شنو بالضبط. اوكي؟ الحاجه الثانيه respondents indicated that they would be motivated to use social media in the classroom.
because it aligns with their desire to be interactive. قالوا السوشيال ميديا فيها جانب بتاع interaction فهم بيحبذوا انه يدخلوها لهم في شنو؟ في الكلاس روم. دي conclusion بتاعت الصديق. الحاجة دي بتأكد دراسة تانية عملها رينول سنة 2012 indicated that using Facebook for collecting and sharing information was positively related to students' GPA and number of hours spent. يعني هو قارن ما بين الناس هم بيستخدموا الفيسبوك for educational purposes بين ناس تانية ما قد يستخدموا فلقى إنه GPA هو أعلى في الناس اللي بيستخدموا الفيسبوك for educational purposes. على النقيض, on the other hand, the more time students spend on social activities, the more their study could be affected negatively. Okay? The study also revealed that using Facebook for socializing was negatively predictive of the students' GPA and hours spent studying. يبقى هنا ظاهر شديد إنه ال desire أو ال purpose الأساسي بتاع الستودنت هو اللي كان بيأثر على الريليشن شيب بين الفيسبوك والجي بي اي بتاعه. كان مشى نحو السوشياليزنج اكتيفيتيز كان نيجاتيفلي افكتد ولا كان البيربوس بتاعه فور اديوكيشن اند فور ليرنينج بيربوسز الجي بي اي افكتد بوزيتيفلي. اذر ستدي هي تايتلد ان ذا رول اوف سوشيال ميديا ان هاير اديوكيشن كلاسز الليتريتشر ريفيو الكونكلوجن بتاعته انه من سكولرز argue for the purposeful integration of social media as an educational tool. Empirical evidence, however, has lagged in supporting the claim. Okay? Most of the existing research on the utility and effectiveness of social media in the higher education class is limited to self-reported data. He said, إنه ما في institutional work أو ما في institutional effort في موضوع research. فهي كلها عبارة عن شنو؟ self-reported data سواء كانت surveys أو شنو أو questionnaires ودي ال strengths بتاعها من ناحية بتاع الداتا شوية شنو هاي شوية weak. طيب في دراسة تانية نشرت سنة 2011 عن عنوان teaching and learning and sharing how today higher education faculty use social media. الخلاصة بتاعتها برضو إنه معظم ايوه طيب even more impressive is the rate of adoption of social media in their professional over 90% of all faculty are using social media in courses they are teaching or for their professional career outside the classroom. الدراسه دي كانت عملت على واحده من مجموعه من الجامعات حوالي 12 جامعه في اليونايتد ستيتس وهم وكانوا مركزين على الفاكولتي ممبرز شافوا البيهيفير بتاعهم انه هل هم عندهم الابيليتي تو يوز السوشيال ميديا فور ايديوكيشن بيربوس ف 90% منهم كانوا بيستخدموا السوشيال ميديا فور ايديوكيشنال بيربوسز. Another finding on Facebook in higher education a comparison of colleague faculty and student uses and perceptions of social networking sites. وهنا لما عملت الدراسه دي لقوا انه ال students كان البرسنتج بتاعهم او تفضيلهم لل social networking sites في مقدمتها كان الفيسبوك بنسبه تقارب ال 99 او ال 95%. اوكي بعدها طوالي كانوا يفضلوا استخدام التويتر واقل منها اليوتيوب. طيب من ناحيه بتاعت كونتنت او educational content هتلاقوا انه اللينكدين الويكيز والسلايد شير فيهم شنو هاير ايديوكيشنال كونتنت لكن الستودنتس كانوا يفضلوا الفيسبوك والتويتر ودي ممكن تكون عندها اسباب منها انه انت اساسا الفيسبوك هو ديزايند انه يوفر لك الحاجه اللي انت بتحبها شوف انت اكثر انت بتعمل لايكس على الفيديو على نوع من الفيديوهات على مثلا حقت الكوره بعد شويه حتلقى كل النيوز بتاعتك عباره عن شنو؟ مثلا كوره فور اكزامبل. فلما عملوا الستادز دي هنا انا بس داري اركز على حاجه في استخدام الفيسبوك تحديدا لقوا انه البوست جرادويتس
هل البوست جراديويتس لقوا الليفل بتاعتهم او الاعتقاد بتاعهم انه الفيسبوك كود بي كونفينينت فور ايدوكيشنال بيربوسز كان اعلى من شنو؟ كان اعلى من الاندر جراديويت. يعني ده بوريك انه البوست جراديويت البيرسبشن بتاعهم توورد السوشيال ميديا هو تو سام اكستنت مور ريسبونسبل كويس اكثر من شنو؟ اكثر من الاندر جراديويت. So the perception, دي واحدة من conclusions في واحدة من review article إنه perception of using Facebook for academic purposes is not significantly related to student gender or student background, while it significantly related to the study level and student experience. ومن هنا أنا ممكن نخط recommendation. إذا نحن فكرنا to study the effect of social media أو social networking sites. على البوست جراديويت بيكون مور كونفينينت. ليه؟ لانه اول حاجه بيكون السامبل سايز اصغر فدي حاجه كويسه لبايولوجي ستدي. غير كده الابيليتي تو يوز السوشيال ميديا في الجروب ده تحديدا هي اكبر من الاندر جراديويت. في ستدي ودي انا يعني الهمتني انه اعمل المحاضره دي هي بتتكلم عن تو يوز اور نوت تو يوز السوشيال ميديا ان هاير ادوكيشن ان ديفلوبينج كانتريز وتحديدا الدراسه اللي اتعملت في مصر اتعملت في مصر اوكي فالدراسه دي اتعملت في 8 public Egyptian higher institutions الخلاصه بتاعتها انه السوشيال ميديا هاف ا جريت فاليو فور اكاديميك ريليتد بيربوسز لكن في صم شنو باريرز والباريرز دي في البيبر دي تحديدا هم كانوا بيتكلموا عن التكنيكال ايشوز يعني النتورك السرعه بتاعت الانترنت كويس كانوا بيتكلموا عن الديستراكتنج انفايرمنت كانوا بيتكلموا عن الايثيكال بارت هل اذا انا والستودنت كنا في انفايرمنت بتاعت فيسبوك هل في واحد فيهم ممكن يتعدى على الثاني في البرايفسي بتاعته ولا ما ممكن دي كلها ايشوز كانت بالنسبه لهم هي شنو باريرز و The same sample أو teachers قالوا إنه إذا تحذفت الباريرز دي أو كان في privacy enough ممكن بعد ذلك يستخدموا social media for educational purposes. في دراسة أنا اللي أثناء بحثي لقيت الليلة هي بتتكلم عن effect of social media على طلاب جامعة الخرطوم تحديدا ال faculty of medicine. وحقيقة دي حاجة كويسة لأنه ما في دراسة ثانية في السودان هي تتكلم عن تأثير السوشيال ميديا على الهاير ادوكيشن أو على الستودنتس. الدراسة اللي عملت في كلية الطب دي هي الكونكلوجن بتاعتها إنه برضه نفس الكلام إنه جزء من الستودنتس كان بيستخدم السوشيال ميديا فور ادوكيشنال بيربوسز وكان عنده بوزيتيف ريفليكشن عليهم وجزء ثاني كان بيستخدمها فور سوشياليزنج اكتيفيتيز وكان عنده تأثير سلبي على الاورز وعلى الجريدز بتاعته تمام واحده من الانترستنج برضو يعني ريفيو ارتكلز هي عن السودانيز فاكولتي ممبرز دي عملها واحد هو في سلطنه عمان تقريبا اي في عمان هو تقريبا من هناك بدا يسال الفاكولتي ممبرز في الجامعات البيهافير بتاعهم توورد السوشيال ميديا يعني كيف فالحاجة الأساسية إنه الناس اللي كانوا بيستخدموا السوشيال ميديا they agree to the benefits and the barrier of you know social media usage and there was a significant difference in the scores for educators and non-educators faculty member regarding social media usage in teaching يعني كان في فرق كبير ما بين شنو الناس ال educators وال non-educators بمعنى الادوكيترز عندهم بيتر اويرنس توورد السوشيال نتوركينج سايتس طيب مور اوفر ذا ريزلت فاوند نو سيجنيفيكانت افكت اوف ايج اند رانك اون فاكولتي ممبر يوز اوف سوشيال ميديا ان تيتشينج الحاجه دي قلت جبتها وركزت عليها ليه؟ لانه في بوستيوليشن بتقول انه الناس اللي تحت الميلينيانز او مواليد السبعينات او الثمانينات او الستينات ما بيحبذوا استخدام الفيسبوك فور ايدوكيشنال بيربوس او شايفين الفيسبوك هو يعني فيو كونسيرنز كثيره
فالدراسه دي انا ما اعرف هو الزول ده هل هي اكشوال يعني رزت، لكن حسب الستاتستكس there is no significant effect of age. اوكي الا بعد ذاك تكون هي individual samples او ناس معينين هم عندهم مشكله مع الفيسبوك او مع السوشيال نتوركينج سايتس. طبعا الكلام ده محتاجين نعمله هنا ثاني يعني في الجامعات، نعمل assessment للفاكولتي ممبرز للستودنتس للبيهيفير بتاعهم توورد السوشيال نتوركس. اخر حاجه دي دراسه اتعملت في الهند وكانت فيري انتريستينج، انه they give a framework for continuous engagement. هم قالوا يا اخي from the beginning الستودنتس ديل هم دارين او السوشيال نتوركينج سايتس للسوشيالايزنج اكتيفيتي بس ما دارينها فور educational بيربوس، فعملوا فريم ورك تو انجيج الستودنتس في الادوكيشنال اكتيفيتيز في السوشيال نتوركينج سايتس. فالفريم ورك كان فكرته شنو؟ انا عندي هنا الهاير ادوكيشن انستيتيوت جامعه او ريسيرش سنتر او وات ايفر، ممكن تستخدم السوشيال ميديا ان ديفرنت كونتكست. اول حاجه ممكن تستخدمها في البليسمنت اند كارير ديفلوبمنت، ممكن تستخدمها في الالومني اند نتوركينج، في البروموشن والادميشن، في الكامبس انجيجمنت. بتفصيل اكثر في البروموشن والادميشن عملوا يعني فريم ورك انه نستخدم الفريكوينتلي اسك كويشنز في الفيسبوك عشان نحدد الستودنتس ديل هم دايرين شنو من الفاكولتي بالضبط كويس، وبالتالي بصوره غير مباشره ممكن يعملوا بروموشن. فلما نزلك انت محتاج مني شنو عن طريق الكويتشنير او عن طريق الفيسبوك، فاكيد ده بدي اويرنس للستودنتس انه الفاكولتي نيدز تو هيلب ذيم تو سبورت ذيم. فبطريقه غير مباشره انت بتعمل شنو؟ بروموشن. اوكي؟ والحاجه دي يوزنج يوتيوب بصوره اساسيه، بعد ذاك الفيسبوك، بعد ذاك الانستغرام، بعد ذاك البنترست. تمام؟ والحاجه اللي انا لاحظتها بالمناسبه في التوب يونيفرسيتيز، يعني لما عملت ليترشر ريفيو في التوب يونيفرسيتيز ذات يوز ذا يوتيوب، كان الفكره بتاعتهم انه بيجيبوا الستودنت وبيصوروه، بعد ذاك الستودنت بيتكلم عن انه كيف الفاكولتي هي ساعدته في الجانب المعين، او مثلا هو عمل شنو الليله في اللاب المعين. طبعا هي من ناحيه بتاعت كونتنت او من ناحيه بتاعت انفورميشنز قد ما تكون هي فاليبل شديد، لكن الفكره هي ما في الانفورميشنز، الفكره في شنو؟ في البروموشن. اوكي؟ بصوره اساسيه. بعد ذاك في الكامبس انجيجمنت قالوا يستغلوا الفيسبوك او السوشيال نتوركينج سايت في الشيرنج بتاع الماتيريال كويس؟ امونج ذا ستودنتس. الحاجه الثانيه في يعملوا ديسكشنز and feedbacks regarding the educational activities. Okay. هنا برضو لو ملاحظين في البداية في learning management system. Learning management system هي مجموعة من الصفحات أو مجموعة من الويب سايتس. For example البلوكس. الفكرة بتاعتها إنك بتكون زي الفيسبوك تعمل posting وبكون students قاعدين معك بيعملوا comments أو بيبدوا يظهروا بيعملوا discussion في البلوكس دي، والبلوكس دي بالمناسبه هي اوبن ام فور فري، يعني اي واحد من هنا ممكن يمشي يعمل بلوكس وفي ناس عاملينها يعني. طيب ريجاردنج البليسمنت اند كارير ديفلوبمنت، هم قالوا نحن نستغل السوشيال ميديا في جوب هانتنج اند بروفيشنال بروفايلنج، يعني اذا كان عندنا يعني نقص في كادر معين في الاستاف في كده، نحن ممكن نستغل السوشيال ميديا في اننا نجيب او نعمل ريكروتمنتس ل اي نوع من انواع الـ يعني الهيومن ريسورسز. ففي المقدمه هنا قالوا they recommend اللينكدين، طبعا اللينكدين معروف انه فور جوب هانتنج كويس زي ما حنشوف هسه. في المرحله الثانيه تويتر، في المرحله الثالثه الفيسبوك، يعني الفيسبوك شويه شنو less official في الجوب هانتنج. بعد ذاك في الحته بتاعت الفند ريزنج والحته بتاعت الكارير جايدنس they recommend also لينكدين and فيسبوك. والفند رايزنج جاي من انه انت كيونيفرسيتي او كانستتيوشن
ممكن تعكس نشاطاتك في الفيسبوك، وعن طريق الحاجة دي يجيك شنو؟ يجيك فند، أو تعمل إعلان مثلا أو نفير أو whatever، زي ما هسه كلية الصيدلة قاعدة تعمل. وأنا حقيقة متابع لدكتور بشير، دكتور بشير طوالي بيرفع شنو؟ في الصفحة بتاعته بيرفع الأكتيفيتيز، أنا لاحظت له. في ناس بالمناسبة شايفين الحاجة دي يوزلس. Maybe. أنا أي بليف إنه دي واحدة من الحاجات الأساسية حتأدي لإنه يحصل ديفلوبمنت في شنو؟ في الفكلت. ليه؟ لأنه أنا في النهاية ممكن يجوني شنو؟ فندرز لما يشوفوني أنا برفع إنه أنا الليلة عملت أبجريد في 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 يعني في مثلا في المكتبة، أو داير أعمل مشروع معين أو حاجة زي دي، دي ممكن تجيب لي شنو؟ فندز. أو حتى الجراديويتس اللي تخرجوا من الكلية ممكن لما يشوفوا الحاجة دي ممكن يجوا راجعين الكلية وبعد ذلك يعملوا شنو؟ سبورت للحاجة دي. ف they recommend also LinkedIn and Facebook. طبعا بالمناسبة حسب الستاتستيك اللي عملت في الحاجة دي، في جزء من المناطق مثلا اليوروبيان كانتريز الموست بوبولار ويب سايت ممكن تكون هي تويتر. تويتر اكثر من الفيسبوك. كويس. في الافريكا ريجون تلقى انه شنو؟ فيسبوك هو نمبر 1. وممكن اللينكدين يكون شنو اساسا ما موجود في السوشيال نتوركينج سايتس. اوكي. فاجين وي نيد تو دو ريسيرش عشان نعرف ان احنا الموست بوبولار اودينس قاعدين وين بالضبط. يعني اذا انا داير اعمل فند ريزنج، انا بالضبط المفروض اركز على منو؟ اركز على اللينكدين ولا الفيسبوك ولا تويتر؟ اوكي. طبعا الحاجه دي حسب الاودينس، هم قاعدين وين التارجتد اودينس. اوكي. سو احنا محتاجين از انديفيديوال ادوكيترز اند ات انستتيوشنال ليفل تو بي اوير اوف سوشيال ميديا. طيب في واحدة من الحاجات الجميلة جدا واللي بتعضد استخدام السوشيال ميديا انه في حاجة اسمها الهيدن كوريكولوم، اللي هي عبارة عن ثوتس او اتيتيودز انت دارت تاخدها في شنو؟ في الطلاب، وممكن تكون هي برا الكوريكولوم بالمناسبة. اوكي. فالسوشيال ميديا كان بوزيتيفلي يوز ان ذيس كونتكست في الهيدن كوريكولوم. سو طيب ممكن نتكلم عن ال يعني في حاجه احنا عارفينها اوريدي، الفيسبوك عارفينه، تويتر، فلكن في سم اكزامبلز ذير تو ديسكس ويز يو. واحده من الحاجات الاساسيه في الفيسبوك مثلا الصفحه بتاعت الثلاثه حبات ما بتعالج النزله، يعني في 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 وقت قصير الصفحه دي وصلت الاف المعجبين. اوكي. رغم انه دي صفحه ما شنو؟ ما جروب. الفرق ما بين الفيسبوك جروب والفيسبوك بيج انه الجروب اي واحد ممكن شنو؟ ممكن ينشر فيه، دي حاجه. الحاجه الثانيه الفيسبوك بيج بتتاثر بالسياسات بتاعت الحصار. كيف؟ في لما تيجي تعمل بيج، لما تيجي تنشر منشور زي ده تحت بيكون عندك خيار انك تعمل بروموشن للبوست، والحاجه دي قصاد قروش، ممكن تكون 1 دولار. كويس. انا كانستيتيوشن ممكن استفيد شديد من الخاصيه دي اذا تم شنو؟ فتحها. فحقيقه انا مستغرب جدا انه الناس دي رغم انهم بيستخدموا فيسبوك بيج ويز ذيس ليميتد سيركمستانس، لكن قدروا يوصلوا لعدد كبير جدا. ممكن نازل الحاجه دي لحاجه واحده اللي هي شنو؟ الكونتنت. الكونتنت هو يعني جذاب جدا وبصوره يعني كوميدي يعني. ايوه بالضبط كده. فهي يعني ممتع شديد بالصوره اللي بيكتبوها، وده فسر انه ممكن يكون في بروفيسور سموير يكتب معلومه معينه لكن ما يكون في اي شنو تفاعل مباشر مع الحاجه دي. I think we need to upgrade الستايل بتاع الرايتنج او التولز او التريكس اللي ممكن نستخدمها في الفيسبوك. فحتى في واحد من الفيسبوك اكسبيرتس كان بيتكلم عن الحاجه دي، قال حتى التايم اللي بتعمل فيه بوست، يعني هل هو بالصباح، هل هو بالظهر، هل هو بالمساء، بياثر على
التفاعل بتاع الناس. طيب بالنسبة لتويتر، تويتر في كثير من الجامعات زي جامعة هارفارد يونيفرسيتي هي مصنفة نمبر 1 في الرانكينج بتاع تويتر يوزرز في الإديوكيشن كونتكست يعني. فهم بيستغلوا الحاجة دي في إنه they reflect the activities بتاعة الجامعة كويس. الحاجة الثانية اللي بيستخدموها في الموضوع ده في النيوز أو الأبديتس بتاعة الجامعة، يعني مثلا في خبر عن إنه في مثلا فور إكزامبل أي خبر عن الجامعة يعني طوالي بينزل في شنو؟ في تويتر بصورة أساسية. وطبعا دي ميزة تويتر عن الفيسبوك إنه تويتر ما فيه مساحة إنك تكتب كثير، عنده فيه ليميتد داتا، فهو ما مناسب لللارج ارتكلز، مناسب للنيوز جست. فيبقى لو نحن فكرنا إنه لقدام نستخدم السوشيال ميديا في الانستتيوشنز أو في اليونيفرسيتيز، تويتر حيكون مناسب جدا للأبديتس وللنيوز بتاعت الجامعة. أوكي؟ طيب الحاجة الثالثة اللي هي لينكدين، هو واحد من المواقع البروفيشنال. وحقيقة أنا حزين جدا جدا إنه الآن لينكدين بدأ تظهر فيه حاجات بتشبه الفيسبوك، زي مثلا صباح الخير، صباح النور، ما عارف مهم أي حاجة. طبعا الحاجة دي في الفيسبوك هي acceptable لأنه this is your personal Facebook page، لكن اللينكدين هو مخصص for job hunting. فأنا ما يعني إذا كنت أنا ريكروتر أو كنت job seekers، أنا ما حستفيد حاجة من صباح الخير وصباح النور. okay. فآمل إنه الحاجة دي بس ما تستمر يعني. فالفيسبوك برو اللينكدين بروفايل زي ما شايفين فيه هوم، يعني بيشبه الفيسبوك لكن ده فور جوبس فيه ماي نتورك الجوبس مسجنج اند نوتيفيكيشنز. اذا حاولنا نضغط اكثر في الاد بروفايل سيكشن تلقى انه انت ممكن تضيف حاجات كثيره زي شنو الاباوت الورك اكسبيرينس الادوكيشن اللايسنس اند سيرتيفيكيشنز. فهو عباره عن سي في. وفيه حاجه في الموبايل ما تظهر لك، يعني انت لو خشيت اللينكدين بالموبايل في خاصيه ما تظهر لك. الخاصيه دي انك ممكن بوان كليك هنا في موردي تدوس تعمل داونلود ذا سي في، يعني تعمل داونلود البروفايل بينزل لك سي في جاهز كامل بديزاين شنو بروفيشنال، ما زي الديزاين بتاعنا ده. فانت ممكن عشان لو قدرت تعمل سي في ممكن بطلع تخش لينكدين تعمل اكاونت تملا الورك اكسبيرينس الادوكيشن بتاعك. يعني انا اي ورك شوب بخشها طوالي برفعها في لينكدين، حتى اخر واحده حق دراج ديسكفري اند ديفلوبمنت في نفس اليوم عملتها كابشر للسيرتيفيكيت رفعتها في لينكدين. لما جيت انزلها كسي في نزلت لي طوالي من ضمن الحاجات. طيب هنا في الماي نتورك بتلقى شنو في يعني ناس بيرسلوا لك ريكويست، وطبعا انت قبل ما تو اكسبت يوجوالي بتشوف السمري هنا، وممكن تخش على الزول في البروفايل بتاعه تشوف الحاجات الاساسيه. لكن في اللينكدين انا لاحظت حاجه انه ما في زول بيرسل لك ريكويست ساي الا يكون هو اصلا معاك في الفيلد او من ناحيه بتاعت ريسيرش او من ناحيه بتاعت شنو education يعني. طيب another يعني كرايتيريا في اللينكدين انه في لما تجي في الحته بتاعت وورك تضغط فيها تظهر لك انه في زي ما بيقولوا برانش من لينكدين مخصص لشنو؟ للليرنينج. اوكي في نمبر اوف كورسز بالمناسبه، بس جزء منها مقفول يعني بقروش. في انسايت، في لو ده تعمل بوستنج لجوب كويس، لو ده تعمل ادفرتايزمنت، لو داير تنزل مثلا باوربوينت معين من سلايد شير تخش فيها، ممكن يكون يعني في توبكس كثيره مرفوعه، يعني مثلا عندك محاضره معينه عن مثلا كاربوهيدريت بايو كيمستري فور اكزامبل، بخش بلقى انه في كميه من شنو المحاضرات جاهزه. اوكي طبعا من هنا
ده ما بلاجريزم بالمناسبه. ليه؟ لانه الزول اللي عمل بوستنج ل ل ل ل للمحاضره دي في 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 الموقع بتاع سلايد شير عنده القدره انه يقفل الداونلود او شنو او يفتحه. ففي ناس تلقاهم قافلين الداونلود ده، معناته شنو؟ هم ما دارين انك تستخدم الحاجه دي. وفي ناس زي اوبن الداونلود، فبعد ذاك انت عندك الخيار. اول ما تنزل الحاجه دي بتلقى انه المحاضره اللي نزلتها دي ممكن يكون فيها ديزاينز، ممكن يكون فيها فيديوز، ممكن يكون فيها حاجات كثيره، فتوفر عليك الزمن يعني. طيب حاجه ثانيه برضو جميله في لينكدين، ودي غادي يكون الناس ما مفعلينها كثير، اللي هي الحته بتاعت الجوب بريفرنس. كويس، فانت ممكن تاخد جوب تايتلز مثلا تيشر ريسيرشر بايوكيمست، ريسيرشر بايوكيمست، وتنزل تحت في الجوب لوكيشن تحدد السودان، قطر، يو اس اي، يونايتد كيندومز. بعد ذاك اوتوماتيكلي في الايميل بيرسلوا لك انه يا اخي في جوب في الحته الفلانيه يجيك. كويس، في واحده من التايتلز دي كنت خدت كوردينيتر، بس قلت فور انترست اخد كوردينيتر اشوف بيحصل شنو. في نفس اليوم حوالي 10 وظائف بتاعت كوريكولوم كوردينيتر او كورس كوردينيتر في لقيتها في دوله قطر، 10 وظائف. طبعا انا عارف نفسي انا ما يعني ما عامل فولفيلمنت للجوب ريكويرمنتس، لكن في النهايه لقيت انه لينكدين هو الحاجه دي ما عملوها ساي. يعني انت مجرد ما خطيت الانترست بتاعك هو اوتوماتيكلي بيفتش لك عن شنو؟ عن الجوبس والاوبورتونيتيز اللي ممكن تخش فيها. انا حتى ممكن تحدد الكونتراكت هل هو فول تايم ولا كده. اوكي، ممكن نعمل ريسيرش نشوف هاو ماني ستودنتس دو هاف ان لينكدين اكونت. احنا فيسبوك خلاص دي مرحله تخطيناها، بعدين نشوف شنو اللينكدين، كم ستودنت هو عنده اللينكدين. وزول ثاني ممكن يقول ان احنا يعني انا استفيد شنو؟ انه الستودنت يفتش للجوبس بيفور هافينج سيرتيفيكيت، ممكن استفيد شنو من الحاجه دي؟ هعرف شنو الجوب ريكويرمنتس. انا يعني اذا انا اللي قدام داير ابقى ريسيرشر او داير ابقى تيشر او داير اشتغل في الكلينيكال از كلينيكال فارماسيست، شنو الجوب ريكويرمنتس انا المفروض اركز عليها من نفسي عشان بعد ذاك اكون جاهز للوظيفه المعينه. اوكي، في المثال الرابع للسوشيال نتوركينج سايتس اللي ممكن يستخدموها في الادوكيشن اللي هي اليوتيوب. واليوتيوب الزول ممكن يستخدمه بصوره فيري افكتيفلي في تصوير الليكتشرز والسيمينارز، الاكسبيرينس ريفليكشن. اذا عندك اكسبيرينس معينه انت ممكن يكون عندك صفحه في او قناه في اليوتيوب. كويس، تنشر فيها الاكسبيرينس بتاعتك دي. الحاجه الثانيه او الثالثه ممكن نعمل بيه بروموشن لكميه من الحاجات. كويس، يعني ممكن بالمناسبه البروموشن ده يا جماعه ممكن زول يقول لي يا اخي نحن في السودانيز فاكولتيز ما عندنا مثلا الانفراستراكشر الكبير شديد اللي بيخلينا نعمل بروموشن. التصوير ده بالمناسبه ما بيحتاج انفراستراكشر، بيحتاج زول موهوب بس يمسك الكاميرا يعرف يصور وين وما يصور وين. سيمبل يعني، مثلا ناس هارفارد يونيفرسيتي في القناه بتاعتهم لما يرفعوا لك الستودنتس انه ذا انجوي المعارف الليكشر الفلانيه وكده، هل ده بيعني انه كل الستودنتس زي انجوي ذا سيم ليكشر؟ ما بيعني، لكن ذا كابشر يعني سبيسيفيك فيديوز عشان بعد ذاك يعملوا لها ريفليكشن في اليوتيوب. الحاجه الاخيره ودي بالمناسبه مهمه لنا جدا 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 اللي هي شنو؟ التكنيكال سكيلز. قبل شهر كده او شهرين دكتور خالد سليمان كنت قاعد معه قال لي يا اخي انا لي 4 ايام قاعد في اللابتوب ونسيت الباسورد وداير افتحه وما قادر. قال لي بتعرف؟ قلت له ما بعرف. قلت له دقيقه نفتح اليوتيوب. فتحت اليوتيوب لقيت واحد مصري كويس الفيديو مدته 20 دقيقه. الزول ده عامل شغل بتاع اي تي، يعني تقفل الجهاز تفتحه قبل ما يفتح تدوس اف 12 يخش معاك في السيستم، ما عارف تدوس الكوماندز ديك ناس ما عارف. انا تابعته خطوه بخطوه 20 دقيقه اخر انتر فتح اللابتوب. تجربه ثانيه برضه كان في جهاز بتاع سيسميكس برضه، ان احنا ما عندنا البروتوكول بتاعه وخشينا اليوتيوب
وصف لنا بالتفاصيل انك كيف تشتغل به، كيف تعمل له كليننج كويس، كيف تعمل له ريبير. فاليوتيوب ده والله يعني فيه كميه 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 من التكنيكال سكيلز الممكن انت من خلالها تصل لمراحل بعيده شديد. اوكي، فهل في يونيفرسيتيز استخدمت الفيسبوك او اليوتيوب؟ يس، التوب يونيفرسيتيز هم كلهم من اليونايتد ستيتس، 1 2 3 4 5 دي خمسه جامعات من اليونايتد ستيتس، منها ناس ال MIT، منها هارفارد يونيفرسيتي، ستانفورد يونيفرسيتي. وحقيقه الرانكينج ده هو كان بناء على شنو؟ على عدد السبسكرايبرز في القناه المعينه. اوكي، طيب اثناء بحثي في اليوتيوب برضو كنت قلت اشوف الجامعات السودانيه هل في جامعه عندها يوتيوب شانل. فحسب الريفيو بتاعتي لقيت انه اكثر قناه هي فيها كونتينيوس ابلودنج للفيديوز وفيها انجيجمنت هي اليونيفرسيتي اوف خرطوم، جامعه الخرطوم. القناه بتاعتها فيها دوكيومنتريز، فيها بروفيسور برزنتيشنز، وتحت فيها قوائم كثيره كويس. بعديها طوالي جامعه السودان العالميه برضو عندهم يوتيوب شانل جميله شديد كويس، لكن عدد السبسكرايبرز وعدد الفيديوز اللي فيها اقل من شنو؟ من جامعه الخرطوم. في جامعات اساسا ما عندها يوتيوب شانل، مع ان الموضوع ده شنو؟ فيري ايزي، فيري ايزي. يعني كونه اعمل لي قناه بتاعت يوتيوب، الموضوع ده سهل شديد. اوكي، بيبدا كيف؟ انه انا من البدايه يكون عندي حساب في الـ في الـ في الجيميل، فاوتوماتيكلي انا بقى عندي شنو؟ يوتيوب شانل. في ستيبس هنا موضحه بسكرين شوت، فممكن بعدين تشيلوا برزنتيشن تشوفوها، فانا ما حافظت فيها، همشي فيها سريع. ف دي الستيبس، ودي واحده برضو من القنوات المشهوره اللي هي قناه MIT كويس. لو عينت في الـ في الـ في الـ في الفيديوز دي، اول فيديو هو عباره عن شنو؟ سكراتش فروم ا دي جي ماستر. يعني انت قد تشوف انه هو ما عنده علاقه بشنو؟ باليونيفرسيتي اوف MIT، لكن الفكره كلها في البروموشن، في الانجيجمنت، في الريفلكشن اوف اكتيفيتيز. تحت هنا مثلا في فيديوهات تعليميه هم رافعينها، يعني بقى لي عندهم تيم مخصص بيعمل الانيميشنز وبيعمل الحاجات دي، وبعد ذاك بيعملوا لها ابلودنج في اليوتيوب. حاجه ثانيه بالنسبه للإديوكيترز، اذا كان نحن يعني از إديوكيترز، كل مجال معين سواء كان مثلا كلينيكال كيمستري بيولوجي كويس، مايكروبيولوجي او غيره، في قنوات مخصصه في اليوتيوب مفيده جدا بتلقاها هي جست فيها شنو؟ انيميشنز او فيها اكسبيرمنتري فيديوز تشرح لك مفاهيم كثير. مهما كان زول قرا كتب كثيره، ما زين من يسمع اكسبيرت ثاني او يشوف التجربه بتاعته. اوكي، طيب دي كلها خطوات في الشانل كيف تظبطها. دي بعدين الشانل فيديوز بتظهر بالطريقه دي، انا ممكن اعرف من هنا الديت اللي اتنشرت فيه، يعني اللي اتنشر فيه الفيديو المعين، ممكن اشوف الكومنتس، ممكن اشوف اللايكس والديسلايكس، ممكن اشوف الفيوز. ومن هنا بالمناسبه انا ممكن احدد الفيديو الثاني حيكون عن شنو. يعني مثلا انا لاحظت مثلا الفيوز عن الموليكولار بايولوجي فيديو كان 159، وفيديو ثاني عن الباوربوينت سكيلز كان 51. معناته الاودينس بتاعني في القناه دين ماشين تو انجيج مور في المونيكولار بايولوجي، فعشان كده بعد ذاك الكونتنت بتاعي ممكن اعمل له شنو؟ موديفيكيشن. حاجه ثانيه في اليوتيوب ممكن يعمل لك ستاتستكس اناليسيس للانجيجمنت، للريتش، للفيو، للاودينس، كل التفاصيل دي بيديك لها اليوتيوب كويس. انت قد تسال سؤال، انا استفيد شنو من الكلام ده كله؟ انا حجاوب لك انه واحد من البيرسس الاساسيه بتاعت اليوتيوب بقت الان شنو؟ القروش، جين اوف موني. ولو لاحظتوا مصر القريبه دي بالمناسبه فيها يوتيوبرز كميه، على سبيل المثال للحصر الدحيح لو سمعتوا به، ثاني في منه جوشو. حتى بالمناسبه في قنوات
او في مقدمين شالوا البرامج بتاعتهم من التلفزيون وجابوها في اليوتيوب كويس، لانه بالمناسبه بياخذوا على كل فيديو او على كل فيو بياخذوا نسبه معينه بالدولار طبعا. اوكي طيب، ف انفورشنتلي انا لما جيت اخش في المونتايزيشن اللي هي الحته اللي انت بتخش فيها في حته القروش وما القروش دي، قال لي شنو؟ You are not eligible for monetization. لما فتشت في الموضوع لقيت انه عندهم شروط. نمرة واحد، السبسكرايبرز يكونوا اكثر من 1000 كويس. رقم اثنين، يكون عندك واتشنج اورز معينه، يعني تجاوزت عدد معين كويس. رقم ثلاثة، ودي هل دي مشكلتي فيها يعني الحاجات دي كلها مستوفيه. الحاجه الثالثه اللي هي انك تكون في اي دوله ثانيه ما عدا 4 دول من ضمنهم السودان كويس، اللي هي السودان وافغانستان تقريبا، وثاني في دولتين ثانيه ما مذكرهم. ف انا غايته يعني احتسبت الاجر وقلت بعد ذلك حيكون شنو لكن وصلت الحمد لله. يعني انا في النهايه ده ما الهدف الاساسي بتاعي، لكن قلت اشوف كده المونتايزيشن ده هو فيه شنو بالضبط. تمام، فان شاء الله الموضوع ده يتحل يعني. ها الفي بي اي ممكن شديد. ايوه في ناس عملوا حركه اللي هو قالوا عملوا شنو، عملوا تسجيل للقناه في مصر بالضبط، وبعد ذاك شنو اي الكونتنت بيرسلوه لمصر، وبعد ذاك من مصر شنو بيرفعوه لليوتيوب. طبعا القروش بتجيهم هنا وبعد ذاك بيدخلوها هنا. سو اذا انت دار تعمل يوتيوب شانل ممكن تعملها كيف؟ مجرد انك عندك جيميل اكاونت، انت عندك يوتيوب شانل كويس، تخش تملى البيانات بتاعتك، الاسم الانفورميشنز، بعد ذاك تختار الكونتنت اللي هو تعمل بريبير للكونتنت، ذن بلان فور السيناريو، قلت لك سيناريو معين. هل انت داير تشرح مثلا في وايت بورد فور اكزامبل؟ هل عندك اكسبيرينس مثلا ناس الببليك سبيكينج داير تتكلم بس يكون عندك كاميرا تسجل؟ في ناس بيسجلوا ساوند بس بيكونوا خاطين صوره كويس؟ ودي كلها سيناريوز في النهايه ممكن توصل بها الكونتنت شنو بتاعك. اخر حاجه تعمل شنو؟ في شويه مونتاج او ريكوردينج. اوكي؟ طيب مثلا المحاضره دي كان رفعتها في اليوتيوب عملتها بباوربوينت كويس، انا عملتها باوربوينت بنفس الحاجات دي، بعد ذاك شنو عملتها ريكوردينج لكن ما باستخدام الكاميرا، باستخدام شنو تول انا بوريكم لها هسه اللي هي تطبيق اسمه او سوفت وير اسمه كامتيسي. التطبيق ده بالمناسبه تطبيق عجيب جدا جدا جدا، او السوفت وير ده كويس، هو طبعا بقروش لكن فيه هاكرز نزلوا شنو الباكج بتاعته كامله. السوفت وير عندي موجود برضه، ودكتور عبد الرحيم ده برضه عنده، فممكن تشيلوه كويس. الفكره بتاعته شنو الكامتيز؟ انه هو عباره عن سكرين ريكوردينج بروجرام، يعني انت مجرد ما فتحته عملت دوست في ريكوردينج يبدا يسجل لك اي حاجه انت بتعملها في شنو؟ في السكرين في الشاشه. فانا ببدا التسجيل بالكامتيسي وبعد ذاك بعمل شنو؟ بشغل الباوربوينت وبكون شنو؟ بتكلم او بسجل. ممكن تتكلم بريكوردر كويس؟ بعد ذاك تجي تدخلهم في شنو؟ في الكامتيسي. الكامتيسي ممكن في 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 النص كده تعمل كت لشنو؟ لاي حاجه انت ما دايرها، يعني مثلا في النص نادوك للغداء ولا حاجه تقوم توقفتها كويس؟ طبعا ما ظريفه في الفيديو صار لك تعال شيل الغداء ولا حاجه زي دي صح؟ سيمبل بعمل شنو؟ بعمل كاتنج. ما مونتاج هاي. حتى انا في بدايه استخدام اليوتيوب لانه كنت بتردد كثير، يعني مثلا بجيب في قدام الكاميرا بعد ذاك الكلام ذاته شنو؟ بيطير لي، فبكون في زي 10 دقائق كده انا بكون بحك في راسي، هو التسجيل شغال كويس؟ بعدها شويه كده بقوم احس نفسي كررت كلام معين كثير. فلكل 5 دقائق كنت بسجل حوالي 2 ساعة. يعني انا 2 ساعة بكون بسجل عشان اطلع الخلاصه بتاعتي عباره عن شنو؟ 5 دقائق.
لكن بعد مع التريننج ومع التجربة الكثيرة بقيت الحمد لله ما بكون عندي لوس كثير في التايم. فانت ممكن برضو تسجل بشو بالتليفون ممكن ممكن بكاميرا لو انت عندك enough fund يعني. ويبقى لين universities ممكن تخصص او الفاكولتيز ممكن تخصص كاميرا محدده. الكاميرا دي من خلال تصور activities معينه في الفاكولتي كويس وتجي ترفعها في اليوتيوب. الريكوردينج ده عباره عن شنو؟ بروموشن مجاني بالمناسبه. طوايا ده كونتنت ارفعه في شنو؟ في اليوتيوب. طيب ففي اخر حاجه يعني لو جينا على الكلام اللي قلته في سوشيال نتوركينج سايتس هي مستخدمه زي الفيسبوك والتويتر فيها جزء من السوشيال اكتيفيتي وجزء اديوكيشن. نزلنا شويه جينا لللينكدين لقيناه فيه جانب بتاع جوب يعني هانتنج كويس. اخيرا حاجه للحاجه اللي فيها شنو هي انتايرلي اديوكيشنال في صفحات هي جاست فور اديوكيشن ما في اي مساحه انك تقول صباح الخير او صباح النور كويس. طيب الصفحات الثلاثه دي وانت ممكن تختار اي واحد فيها. الويب سايت دي الاول اسمه بلاك بورد، الثاني اسمه ادمودو، الثالث موديل. اوكي الادمودو الحاجه اللي بتميزه انك انت من البدايه خشيت الصفحه الاولى او الويب سايت الاولى بتخش فيها بتحدد هل انت تيتشر ولا شنو ولا ستودنتس ولا بيرنت كويس. خشيت في الاكونت بتاع التيتشر بتتفتح لك صفحه فيها كويز تاسك بروجكت اكزام ايفالويشن كده. الحاجه بتعملها شنو انت الستودنتس بتاعنا كلهم بيكون عندهم اكونت في الادمودو هو مجاني فجست ذي انتر الويب سايت دي وبيدخلهم معاك في شنو في الكلاس. من هناك انت اي كويز اي اساينمنت اي اكزام عملته اوتوماتيكلي بيحصل له تصحيح وبيديك الريزلت جاهزه. يعني انت حتى ما بتدعى في شنو في تصحيحها او حاجه زي دي. كذلك الموديل نفس الفكره فيه لكن ده موسع اكثر كويس. والموسع اكثر منهم هو بلاك بورد. يعني الصفحه دي انا ما مليت منها نهايه كل ما اخشها بلقى فيها حاجه جديده كويس. البلاك بورد عنده استخدامات كثيره جدا جدا واهمها انه السيلابس بتاعك او الكونتنت بتاعك كله ممكن ترفعه في الويب سايت. يعني بدل ما يكون عندك ويب سيلابس قاعد هاردوير كويس ممكن ترفعه كله في شنو في البلاك بورد وفي الموبايل. يعني عندك ابلكيشن والابلكيشن ده اوبن برضه. طيب ده الكورس كونتنت ممكن تعمل اناونسمنت اساينمنت كويزز ممكن تشوف الريسبونسز بتاعت الستودنتس بتاعينك كويس وممكن تو كوميونيكيت ويز ذيم افري تايم افري وير كويس. وفي النهايه الحاجه دي ممكن تعمل لها اسسمنت يعني ممكن تحدد له وتقول له شيل لي من الاساينمنت 20 درجه وشيل لي من الاكزام 30 درجه وشيل لي من تمام. الحاجه دي ممكن تكون كومبلمنتري لاذر اكتيفيتيز كويس. يعني انا ما بقول من البدايه زول هو يستخدم الحاجه دي عشان يعمل الاديوكيشنال اكتيفيتيز بتاعته. فعنده تطبيقين في الاب ستور في ال فور اندرويد يوز برضه في الاندرويد برضه موجود. الفيسبوك برضه انا لقيتني واحده فيه واحده من الحاجات الفيري انترستنج لقيت انه واحده من اليونيفرسيتيز بتعمل شنو؟ عندها لاب بتاع فيسبوك. يعني ده الكمبيوتر الكمبيوترات موجوده في اللاب هو لاب بتاع كمبيوتر خشوا الناس بيخشوا فيسبوك. التيوتر مهمته انه يعمل شنو؟ يخليهم يعملوا انجيجمنت كومنتس على الارتكلز على النيوز على كده. اوكي ابعد من كده الناس دي بدوا يعملوا ليسونز في الريكوردنج انه كيف الطالب يعمل شنو؟ يعمل محتوى. من هو في سنه ثانيه في سنه اولى يعمل محتوى كيف يصور كيف يعمل كيف عشان بعد ذاك يرفع شنو؟ الحاجه دي في الفيسبوك بيج بتاعه. طبعا ده كله فور بروموشن. ده كله فور بروموشن وده كله للريفليكشن والحاجه دي التاثير ممكن يكون كبير جدا جدا جدا. اوكي زي ما شايفين ناس دي الليسون بتاع الريكوردنج الستودنت بيبدا مثلا يقول اساينمنت او اكتيفيتي معينه والستودنت الثاني بيصوره وبعد ذاك شنو؟ بيعملوا مونتاج وبيرفعوها في اليوتيوب وفي الفيسبوك.
As a summary للكلام اللي قلناه ده كله, we need to utilize our presence in social networking sites. ممكن نستفيد فيها, نستفيد منها في الكوميونيكيشن, في الانسبيريشن, ريفليكشن اند بروموشن. لكن الاهم من كده, انت ما تخش على الويب سايت المعينه او اليوتيوب, يعني ما تعمل يوتيوب شانل ما لم يكون عندك رؤيه واضحه انك حترفع فيها شنو. يعني كل شهر حترفع فيديو, كل اسبوعين, كل اسبوع, والكونتنت ممكن يكون كده وكده وكده, تمام؟ لانه كتار جدا عندهم الان يوتيوب شانلز او عندهم فيسبوك بيج, ايدوكيشنال بيج, لكن ما عاملين فيها شنو اي اكتيفيتيز. وي نيد تو دو ريسيرش, ان احنا محتاجين برضو نعمل بحث علمي في الموضوع ده. يعني ده فيري انترستينج توبيك, اشوف تاثير الفيسبوك, تاثير التويتر, اللينكدين, ممكن نشوف البيهافير بتاع التيتشر والستودنتس توارد السوشيال ميديا, ممكن نشوف الامبلمنتيشن, احنا كيف نعمل امبلمنتيشن للسوشيال ميديا في الادوكيشن انستيتيوتس وغيرها من البحوث اللي ممكن تتعمل. وي نيد تو نو مور اباوت تيبس اند تريكس, يعني محتاجين نفهم ان احنا الفيسبوك كونتنت او اليوتيوب كونتنت متين ممكن ينتشر بصوره سريعه. طبعا المشكله كبيره لان احنا كادوكيترز انه دائما الادوكيشن كونتنت ما محبذ شديد. يعني اكثر الفيديوهات المشهوره في الفيسبوك ممكن يكون هو فيديو يقول لك مثلا لن تندم اذا دخلت الفيديو, ما عارف شفت الاسد قبض اللي هناك, كويس؟ ف دي مشكلة كبيرة. ده كومبيتيشن. فالكومبيتيشن ده بالمناسبة ما في اليوتيوب بس, ممكن يصل لقاعة الدرس, ممكن يصل للليكشر. يعني أنا مثلا حضرت لفلان الفلاني, هو بقري المادة المعينة بطريقة معينة, زي ما قبل كم يوم كان في واحد مصري جابوه قاعد يغني في الكلاس, بيغني في الكلاس بالإميونولوجي والستودنتس يا زول قايمين معاه, كويس؟ لما الستودنتس بتاعنا احنا نشوفوا الحاجه دي بالمناسبه, ده بيقع على عاتق الليكشرر اللي قاعد هنا بصوره غير مباشره, صح ولا ما صح؟ اوكي؟ غد نحن نكون محتاجين نعمل ريسيرش. ده ما بوستيوليشن, اوكي؟ فالحاجه دي ممكن ترفع من الستاندرد بتاع التيتشنج والستاندرد بتاع الكونتنت بتاع الفيجوال افكتس. الستاندرد بتاع الحاجات دي كلها ممكن يترفع جاست باليوتيوب, بالفيسبوك, بالحياة دي. ف we need to update, we need to upgrade our styles. كويس؟ هي مزارع بتاعت انترتينمنت بالمناسبة. أنت كل ما خليت المحتوى بتاعك هو فيه شورت فيديوز مثلا فيها انترتينمنت أو فيها دراما معينة, يعني هسه في فيديوهات طولة بكون 30 فيديو لكن برضو الزول ما بيميل إنه يحضرها لأنه بس فيها في النهاية نحن we are followers of our dopamine. يعني الدوبامين ده احنا شفنا الفيديو المعين حصل الايفوريا وكده, بعد ذاك هذول بيبقى ادكتد لنوع معين من الفيديوهات. اوكي؟ فدي كل الكلام اللي ممكن يتقال.